المهم الوقت بقى ايه، هنفرج الهم ازاي؟ يقول لك المصريين ما بيشتغلوش بيقعدوا على القهوه، اللي احنا كنا بنقوله في الاسئله اللي قلناها من شويه. ما تحكمش على الناس، انت ما تعرفش رميه الزهر دي بتفك الهم اللي جوه الراجل. يا ارض اقرص على الزهر، طمنه قفلت كوتشينه، الناس بتفك. كمان انتوا اللي جايبين المشهد ده على الشاشه ولا انا شايفه انا ولا الناس شايفينه ولا ايه؟ الناس بتلعب طاوله، حلو حلو. عشان بقى ايه، خلي بالك عشان لما تاخد بالك الناس دي مش بتضيع وقت، ممكن قوي تكون بتفرج كرب، متخانق مع مراته ومتخانق مع عياله ومعهوش فلوس يجيب الحاجات المطلوبه منه بكره ولا النهارده ولا بعده. فبدل ما يقعد يعيط يجيب صاحبه دب 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 دب، ها ياخد نفس يروح كويس. كمان احنا بقى بنعمل حاجه لطيفه جدا، ان احنا نحب جدا الاضرحه الخاصه بسيادنا اهل البيت. نروح بقى للسيده نفيسه بقى اللي هي من السلاله طبعا كلكم عارفين، والسيده زينب يا ام، يسموها ام العجايز، مش العجايز يعني ام العواجيز، دي السيده نفيسه دي بعد التجديدات الرائعه اللي اتعملت فيها. لما بتخش مسجد السيده نفيسه بتحس براحه، يا سلام. عارف ليه؟ لان المكان ده اختارته السيده نفيسه، طبعا كلكم عارفين القصه ديت، لما بننشط الذاكره عملت التربة، عملت اللحد بتاعها، وكانت تنزل فيه لغاية تقرا القرآن لغاية ما ختمت القرآن في اللحد بتاعها. أم لما ماتت جوزها الصادق وبرضه من السلالة، لازم ياخدها المدينة، أنا هاخدها المدينة. فالمصريين وقفوا حوالين المكان قالوا له لا مش هتمشي يا إخوانا، هي دي كرديك. قالت له لا مش هنسيبها، السيدة نفيسة مش هتمشي، هي عاملة تربتها وهتتدفن هنا. والحقيقة الراجل كان راجل كريم، وفعلا دفنوا السيدة نفيسة. فعشان كده المكان ده في نفس جميل. حد بيقول لك مفيش أضرحة في الجوامع، مفيش بتاع، مش عارف، ربنا معاك، ربنا يساعدك، ربنا يعني أي حاجة، بس يعني سيبني، أعطيني حريتي، أطلق يدي، سيبني أعمل حاجة. أنت مش عايز تروح، يعني نتمنى لك كل السعادة، وأنا عايز أروح، مش عايز تتمنى لي السعادة، سيبني أروح وروح أنت لحالك. إحنا بنحب السيدة نفيسة وبنحب السيدة زينب وبنحب الحسين وبنحب كل حاجة فيها آل بيت رسول الله، بنحس فيها براحة. مش عارف عندكم صور للسيدة زينب ولا ما عندكوش، بس يعني إحنا دي برضو طريقة لفك الهم عندنا مهمة جداً، لازم الناس تساعد بعضها. ادي السيده زينب، ده يعني ما عندناش صور من جوه الضريح، ودي مناسبه عشان اقول كلمه مهمه. وزاره الاثار الحقيقه بناخد التصريح في اقل من يعني اقل وقت ممكن، يعني في نفس اليوم تقريبا. الجوامع فيها ما اعرفش ليه بتاخد وقت، المفروض ان يكون في الاماكن دي، ودي اماكن المفروض فيها شق سياحي مهم، هذا الضريح العظيم للسيدة زينب. يعني طبعا انا عندي معلومات عن يعني الضريح والمكان دوت وكده، بس احبش اقولها عشان ما ازعجكوش، لكن احنا بنقول السيدة زينب ده ضريح السيدة زينب وخلاص، احنا موافقين، لان في ضريح تاني في سوريا وفي حكايات كتيرة عن السيدة زينب رضي الله عنها، انما يعني احنا بنحب المكان ده. بس بالمناسبة وزارة الاوقاف ارجوكوا يكون في الجامع في مدير للجامع، عايزين نصور ياخدوا الفلوس اللي هم مقررينها للتصوير ويدخلوا الناس تصور. انا مش معقول عشان نطلع تصريح نصور فيه هذه الاماكن الرائعه اللي كل الشعب بيحبها، ولازم نقعد تصريح يقعد يومين ثلاثه واربعه، مش في ايه القصه في دي؟ ايه يعني؟ ايه في ايه؟ ايه اللي ممكن نعمله في المسجد واحنا بنصور ضريح السيده زينب؟ ايه يعني ايه الخطوره في كده؟ اذا كانت دواعي امنيه بيفتشوا زي ما هم عايزين، الدواعي الامنيه موجوده طول الوقت، انما ده لازم تصريح من وزاره الاوقاف. طب ما انت عندك مدير للجوامع الكبيره دي، في مديرين مش مدير واحد، في موظفين كتير قوي، فارجو انكم تسهلوا الحكايه، ما كفايناش بعنا عقد في عرض النبي. طيب بقى ايه، الاخ حربيه الشقي برضو كان ماشي من سنتين في قدام في خلف كده نادي الصيد،
فلقى راجل طيب عمال يغني كتاب حياتي يا عين ما في زيه، كتاب الحزن فيه الفرح فيه ساعتين والحزن مش عارف فيه مش عارف مش عارف فيه مش حافظ الأغنية بصراحة. فبنتكلم عن الهم، فقلنا نشوف بقى عم حسين. فبالمصادفة لأن عنده هم حديث يعني آني حاصل دلوقتي، متهيألي هنشوف عم حسين والهم بتاعه بعد الفاصل ولا إيه؟ والاستوديو نام أو الصوت مش واصلني أو أي حاجة، لكن أعتقد إن إحنا هنعمل فاصل. جمعة هينطلق دلوقتي يطلع كده ونرجع وأقول لكم بقى إيه حكاية عم حسين وتشوفوه، لأن هو دي الفقرة اللي هي بتتكلم عنك وعني وعن الناس وعن الحكاية كلها بعد الفاصل.